انك تسوي لك جروب اللي فيه كذا شخص وتقول يلا نروح نبلغ في نفس الوقت عشان الحساب يجيه طعن وانتهاء. كل شيء مرصود عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء يعني، وهذا كلام قلناه يمكن قبل اسبوعين، كل شيء مرصود. انا اقدر اسيء لاي واحد في الحياه، انا اقدر ادخل على تويتر الان على حساب واحد منكم واسبه، اقول انت ترى فيك وفيك وفيك واستفزه، ويمكن استانس انا وربعي الان اقول شوف كيف بطقطق عليه، شوف كيف بحرج عليه. لكن ترى هذا موضوع يمكن يجيك دعوه، يجيك كسره الخاطر، ترى صعبه كسره الخاطر صعبه. ولذلك من اهم اسماء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عنده مجموعه اسماء 99 اسم، من الاسماء اللي الناس فاهمينها غلط، من اسماء الله اللي الناس فاهمينها غلط وهي عكس فهمها، اسم بقوله اذا جلس عبد الله. طيب انا بقول لان هذه نقطه مهمه جدا فيها تصحيح يمكن بعض المفاهيم. لو قلت لكم اسم الله الجبار، اذا قلنا الله الغفور يعني يغفر الذنوب، الله الشكور يعني يشكر الناس، الله الشافي يشفي الناس، الله الصبور من الصبر، الله الجبار يجبر خواطر من الجبر، من الجبر. يا سلام، الناس يفهمون الجبار انه معناه فهمنا احنا الجبار اللي هو يجبر يعني يكسر الجبابره، لا، الجبار زي ما قال الشلهيب هو اللي يجبر الخواطر. يعني شوف الله سبحانه وتعالى من صفات من اسمائه الجبار اللي يجبر قلوب وخواطر عبيده، فهذه معناتها ان هذه من صفات الله ومن اسماء الله، معناتها احنا البشر مطلوب منا ان نكون احنا نكسر الخواطر ولا نجبر الخواطر؟ نجبر الخواطر، نجبر الخواطر، لان كل واحد من البشر فيه من الله روح نفخه. ايش الفرق بيننا وبين بقيه الكائنات؟ اللي خلق الناقه الله، واللي خلقني الله، واللي خلق الحوت الله، واللي خلقني الله، لكن الفرق بيني وبين الحوت والناقه اني انا بيني وبين الله انا فيني من الله شيء، فيني روح من الله، نفخه من الله. ولذلك الروح هذه الروح هذه احيانا يجي عند بعض الناس الكبرياء ذا والتكبر والعنجهية، في قول الله عز وجل من نازعني في كبريائي يعني ذللته، أو كما قال الله سبحانه وتعالى يعني لا تنازع الله، الكبر لله سبحانه، أنت ما لك كبر، خلك متواضع، احرص على التواضع، مو عشان فيك روح من الله ونفخة تحرص على التواضع. فنرجع موضوع عبد الله، مهما كان مهما أي مسلم تكسر خاطرة، أو أي إنسان، مو ترى لازم مسلم، أي إنسان تكسر خاطر، حتى هذا ترى اللي بند الحساب ترى فيه طيبه، هو اكيد له ما ادري غير هو ما ادري شو شايف، او انه بعض الناس ما نقول انه هذا انسان سيء، لا لا طبعا لا لا في 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 ذره طيبه. احنا نقول دائما ابدا هذا فكره الانتقادات يا جماعه، ثقافه الانتقاد، خلي عندك ثقافه الثناء، ثقافه المدح، ثقافه العطاء، ثقافه التحفيز. ترى السب والشتم والانتقاد كل واحد يقدرها، اسهل شيء ترى نسب الناس، لكن اصعب شيء انك تحفز الناس. اسهل شيء تزعل واحد، لكن هل تقدر ترضي زعلان؟ هذا هو التحدي وهذه البطوله، بطوله كيف انا ارضي الزعلان؟ كيف انا احفز المحبط؟ كيف انا احمس العاجز؟ لكني كيف اطفش الناجح؟ سهل، والله ما جاز لي شغلك، والله انا اشوفه عادي اقل من عادي، سهله تقولها. لكن لو تجي عند واحد انت شغلته بسيطه تقول تصدق انك رهيب، والله اختيارك للون هذا يا اخي ذوق، يا اخي فكره توقيتك ذا عظيم، يا ولد انت ذكي، فدائما خليك محفز. مثل قطع والدك، مثل البناء، البناء ياخذ فتره علشان تبني، بس سهل انك تخرب في دقيقه واحده ثانيه. يا سلام على قولك، الله عليك ثانيه الله. طيب انت ايش شعورك يا عبد الله صراحه؟ من ناحيه الحساب بعد ما راح وكذا عادي عندك؟ لا والله ما بعد. طيب ايش بتسوي؟ بكذب عليك ان قلت انه عادي الصدق، والله انها شيء يرفع الضغط، بس انه مجبور وقعت. ايش تسوي؟ ما بليت حيله. ما في يدي شيء، اروح احزن ما عاد اطلع في البث. اقعد في البث ساكت كذا، ما يفيد، لو انها تفيد سويها ناس قبلي وايد. ما يفيد. وش الحلول قدامك؟ الحلول قدامي احنا نبدا من جديد وربك يسرها. وش تحتاج مني؟ احتاج منك؟ ايه
شوفتك والله بس هذه اللي احتاجها. احنا كلنا داعمين لك ان شاء الله. يعني والله ما عليك كل الامور يسر يا شباب. بعد البرنامج بيجيب بدل مليون ثلاث واربع ويبشر باخويانا اللي هنا. قادرين ان شاء الله. سعيد ودي اهديه طال عمرك ابيات بسيطه لحسابه يعني. يا سلام. ايه. اسلم. بتكلم بحال حسابه يقول مجبور انا